إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأن يكون هناك تفسير في القرآن الكريم ودرسي أن نغب اللبن يا آيات بغالية سيدتر من سورة الأعراف. قال الله تبارك وتعالى: ولله الله كلجي سيؤسنا بين الأسماء مقعيال مقعيال كاسو الحسنى وناك بدن فدعوه الله بريا بها أسماء داسنكو بريا وذرو إسكاغتك الذين تدك يلحدون الليحنا في أسمائه الله أسماء دي سدحدو دكو الليحنا سيجزون واللغو أبال مريدونا ما وحي كانوا أيهايين يعملون قوى السمية. إلهي وإنا سبحانه وتعالى وإسكره أسماء وناك بضان وناك كجاري ماش وقص الرئيضة لما أنتو وحي كجارين وناك ماش وقص الرئيضة يا كمالك حسنا وطنيتك أحسن واسم تفضيل واشكو وناك بضان إلهينا وحو أمرينا صغى اللغو الطوغو اللغو بريو قابك اللغو بريينا درسي أني حالانكو قادنا إمام القردوبي هذا الآذو قيمة بضان أولها إلهو قولي سبحانه وذرو كتغا الذين ضدك يلحدون الليحنا الحد والليح ذيوي الذين ضدك يلحدون الليحنا في أسمائه إله أسماء دي سبحدو ذاكو الليحنا ضدك حق كالليحنا وأسماء إله مرك لقاهد لا حق كالليح ذا اسكاقتك كواس إله أبال مريني سيجزون واللغو أبال مريضونا ما وحي كانوا أيها يعملون كواس سمية وقود يوعيدوي سكغتغا والابال مرينا يا وحي شقيستين انا لو ابال مرينا الحاد كمركا اسماء الهي الحاد لو سميهو ولماذا وحي كو سو قلاسيان الى شان شي كانو غو هريا وان تسمى اصنام وان مغعيدي الهي لو لو مغعابو صنم يال مقع اللغة ديكو فسنوى تشبيه النوع كميت أن تسمى أصنام سيدة أي رهدين مشركين تعربين العزة أيضو كسوقاتي من العزيز عزيز أيضو كسوقاتي سيدة أي رهدين مناطة مناطة أيضو كسوقاتي من المنان إن مقعيادة إلهي لغا اشتقاق دو مقعيال إيه سنميال لو بحي يوى إلحاد ميش اوغو سريدي طلبات وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه وإن إلهي لغو تلمامه وهو كنستهن يهي وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس وإن الله لغت المام وكسر يوكنستهن يهي من النقائص أي نقصان يال كقول اليهود سيدة اليهود هذا الكيرادين إن الله فقير إن الله فقير أي رهدين رب العالمين وقريك أهي كت المامين فقير
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإلحاد صدح تعديل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها أسماء المعاني ذي اسم كستو أسماء إلهي كم ذا معنى تصا ووحيطا وحال ليرا سيدي ذي أسماء وأعلامت علم وحال ليرا مقع الشيء أغارك. هذا مثلا مسجد كان وكلم مسجد والدين الليرا مسجد ورنم والدين الليرا ما يكن كليها الليرا أديك مقع هذا مثلا عمر الويرا أما علي تذكرن عمر لما يرى مقع أغار كاه الشيء إسكليه أوحى ليرا علم مركا لغة العربية الشيء مركا علم يهي والشيء قار مقع يهي وح معانيه اللي جم يفهمه وحدي إكر تفيري قف مجرم أوحى الله بحنا أحمد أحمد معناه دوامه وامدك مهدين تبضنا أصل الدين لفيري وأحمد الحامدين قف عن ولجس وحسي ففي عن اللجوء أرك أوحى الله بحنا محمد محمد الأصل كدين لفيري وحي هذا مت إم بضنا الله مهديون مركا مقعيضا معنى مال مركا كوبادا وقفك الله بحينا معنى لك ما فيريه قف كان مقع الله بقى واقع الله فيريه أما مقالدان أما قريقان شيئا مركا مقع الله بحينا مقع الله بقى واقع الله بقى قرطا الله بقى تلقلاه معاني مالي أعلامت. لكن أفر شيء أسماده وانا أعلام وانا أوصف وأعلامه ذي تباس الله بقى تلقلاه وانا اوصاف معانيه اسكلي والله قرانك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قيامه والله مخلوقه يا الله يا صفاتي ما ايغاس افرتاس ما لو شيغو وانا علم او شيغان وا ما لو تلاغلا وانا معنوري او واصف وهدي لي رهض القارعة وأسماء إلى صد مقع كبضنا قرآن كوشيغا قيامة صد مقعفية القارعة مركا لي ره هرتوا مقع قيامه لي هدنا معنى لك فهمه هو مدي وطنها قراعة ذيوي قلوبتي قراعة الحاقة للي ومقع علامة أو قيامه لي هدنا ومدة صبي ذا وحوالبا حقيقة ذا وحوالبا ناس صاري قيامها مقع يدودو وانا علم وانا وصف نبي قينا صوبان وصا صلى الله عليه وسلم محمد قالنا وانا علم ومقع إسي معنو لليه وحبضان على المهدي يا نبي ذا وحلقو مهدي يا مهر وحكا لولقيس والله ما إمام أفعاشي سي أوصافتي سي أعماشي صلى الله عليه وسلم أحمد اللي رأى النبي قال مقعي صلى الله عليه وسلم مقعي البضان ولي أحمد الحامدين أنت إلهي مهدي رأسك أم مهدين بضان مقعي ذي صوت وأنا أعلام وأنا أوصاف العاقب اللي رأى النبي كما الضم بيوي الحاشر اللي رأى الذي يحشر الناس على قدميه قيامه يا مسؤول ومرك النبي الله عليه صلى الله عليه وسلم الماحي الذي رد الذي يمحو الله به الكفر قال لماذا الى هي السبب وقد انه لو ترتير اسماء دي صدا واعلام وانا اوصاف الله مقعيدي سوا صاف وانا اوصاف ذات الله تسان مت والبانا معنى لي دي لي الله ومعبودك حقا وديلر الرحمن ومتك النحريس تبلارن كوسي فيصل وديلر الرحيم ومتك النحريس تقدومه الجارسية إدو دونه مرعكس طبع الله ذي تدي سنواته سمعنا ووطا سيسترت إذا لرى أسماء الله أوصاف وأعلام أعلام باعتبار دلالتي على الذات وأوصاف باعتبار دلالتي على المعاني اسمع الله وانا اوصف وانا اعلم
ساس تردد الحاد كواحة كمدة معاني دود إلا ديدو سيدة جهمية وديدان أفر الحاد كواحة كمدة تشبيه صفاته بصفات خلقه أسماء ذا اسم والبابا صف وطا صفات الله إن صفات الضوامة للغوشة به الله يا خلقك للغوشة به وقال نم وإلحاد ليس كمثله شيء إلهي شيء شبه مجر وح شبه مجر شم تسمية بما لا يليق بجلاله الله مقعيضة درسي إن حالنا وكو إشارني نقو الظلم رأيني مقعيضي الضوامات وما بحين أساق يسكو بحش وحا ممنوع أمرك مقعيضي الله بحشو الله أو سنسوي سكو تلمامي سكو مقعابي سيدي كريشتان كوك الأيرهدان أب أيرهدان أما سيدي أيرهدان فلاسفادو علة فاعلة بالطبع علة فاعلة بالطبع وكل قد وجهل وظلم إلهي وإنا سبحانه وتعالى ما بنانا مقع الله بحش كيو وسويس كم مقع هذا الغو قاب صدا شم تاسمع بإلحاد كي كمدي قال تعالى إلى وحيري وممن دول وحاكم إذا خلقنا آن أبورني أمت أمت داسو يهدون أي يهدون الناس ضدك هنونية بالحق حق حال أي كرد هنيه ضدك هنونية وبه حقا سنيعدلون عدالتك السمعية إلهي وإن وقلية الضوامة آن أبورني وحاكو جرى أمة ضدك حقك هنونية حقنا كو كلا حكميو عدالت اغو سمعية حقنا كو كلا حكمية ان بدانو آثارنا وحي كسو أررت امت داس امت محمد انت امت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن من دول وحا كمدا خلقنا آن أبورني امت امتا كمدا امت داسو يهدون اي يهدون الناس ضدك هنونية بالحق حق حالي كسو ايهن ايو بد حق أيجو قاتل كسران كدب نضد ككهنون يا أمة محمد الكمدي وما ذي هرر والجيل ترى لكن ما دعنا أبو بدر بد كأتاعن حق قولا وفعلا وبه حق أصلا يعدلون كوكلا حكمية عدالة بوسامي وحلول ترى كوكلا حكمية وبه حق أصلا يعدلون عدالة بوسامي معنا كوكلا حكمية نبي كان يري صلى الله عليه وسلم حديث كالبخاري يا مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة نبي قيري صلى الله عليه وسلم أمتي هو رفيري إلهي النبي صدري النبي موسى كتاب سودي بي سيدي يقول لما يلمركي دم بيتنمان ويوذ بادي يوبين نبي إيسا الله صدري سيدا يوبا أولو ما يين كل وباد يومين مكي الضنبي إلهي رحمة ديس أمة محمد ولقد سيدا سكر لعمين تضباطا يلا بفرقو أهل باديها كصبحة لكن هدانا ولقد وحين لغا سورين كوح تاغن وحق سيدوها وشيغي دا حقين كسوغن ووحي الله إلهي أمة دان كفضلي نبي قيري صلى الله عليه وسلم كوح أمة دا إذا كم دا كسول ما يين إنه سخيان حجتك سخيان ظاهرين بالحجو أيها سخيان حجته هو عطا وحلا قرب لك مالك حقنا وكسوغي سخيان كلا احترم ما يده حق يكسوغي ضدك قلافة أما أن أقر قارين وقرب كوضا كبحة وحبك مرنبي كنات هاي لقف حقه تاغن الله ناصر أقف قف إله ناصر أيهين إدك لو حبك بيمي هذا يهوجده مركا ومضان إلى هاي وحيلا وكوفا دلي تاساكا من إلى قيامو كان عينا كوحدا سوالي هيلا ما هم أورو غارة وايو وضد حق التاجر الدين كنبي محمد سيس وشيري الدون كبير شرابين هكي تشوبي ولي يسلويم كوحبا لنها بادي يومين
لكن إلهي أمته وحكو فضلي مروا البوحة سوى تقنانا ضد دينك النبي صلى الله عليه وسلم أن وحكو درين وحنا كجرين انتو أها أن قدرين أن بدلني مصالح أن كون قدرين. قال تعالى إلى وحبيري والذين تدك كذبوا بينيهم بآياتنا آيات كأننا سنستدرجهم ودوينينا إلى الحلاكيين ودوينينا من حيث ميلا كدو دوينينا لا يعلمون أي سنوبين وأملي لهم وأكادناه إلهي إن كيدي مكر غيبو مطين ومدحوك بضانه إلى وحيري سبحانه والذين ددك كذبوا بينيين بآياتنا آيات كأننا سنستدرجهم ودو دوينينه إلهي إلى الحلاكيين ودو دوينينه من حيث ميلا دو دوينينا لا يعلمون أيسان أغيب حالو لكي ذا ضدك مرك إلهي قلوبته ضد على عدوه وقادئين سنقير الدونين حق أي كوري ماذا نعم الله فرا في ري حافظ كثير وغير ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا dadku markay kufriyeen ay gaaloobeen xaqna diideen mujrimin ay noqdaan ilaah ogaado inay san qeyr doonin awl ba horay wuu ogaayay ilaahi wayna wuxuu furaa albaabada rizqi ilaahi wayna wuxuu fudayna qaabka adduunyada loogu noolaado loo hormariyo wa loo furaa albaabada adduunyada wa guureyna wa saxna hadda maqan ay leeyahay bayha korkiisa la soo saamina hadii xooga imilada ay xumaato bal meel kale loo guuro ah meel la dego meel aan tahay xakorkiisan ka soo fiirayna leen meel biyele hawo fiican leh bal ayaan lagu noola karo dhul beereed leh wal wax badan loo fudo meel aan uu soo warwareegay haddii qof isku dayay inuu dayax korkiisa saan ka sameey waxaad fahmi kartaa adduunka xoogaa yaa looga fudayay qofkaas ee qof caadi uma sahmi karo sooma macnaha dayaxa hadda ma tageen mase ma tegin kama hadlayna caaw dii ilaahay noo ogolaada suuratul xijri aan uga hadli doonna meesha mufasiriintu uga hadlaan warku marruumaha dayaxa ma la tegin mase lama tegin aayada iska leeday meel looga hadlo laakiin waxaan ka hadlaynaa macnaha dadkan way haystaan asbaab ilaahay u fudayay nolosha adduunka waxay ka haystaan wax aan anagu hayn maanta wax badanaa loo fiday hadday tahay diyaarado dayax gacmeedno sawaariiq iyo hub isgaarsiin casri ah badda hoosteeda mar dhulka korkiisa mar hawada mar waxaasoo dhan istidraaj alena istidraaj macnaheedu waa maxay jiirka ama dooliga haddaad rabto inaad qabato ulmiya lagu tuuraa maya moos iyo wax macmacaanaha loo dhiga si uu soo dhawaado markuu ruugo aqab birto ku leero saas weye gaalada ilaahay markuu halaag ugu talagalo nicamka u fura adduunyada sida looga faa'iidaysto dhamaa loo furaa markaase waxay u malaynayaan dad ilaahay agtiisa qiimo kale inay yihiin inayba mustaqbalkiiba u hayaan iyagu inaan nimcaba u dhimanayn ayagoo marka wax cabsiya iyo digtooni qabin ay hal mar qabto ku dhexe markaasaa xabsiga jahannama loo taxaaba ilaa wuxuu yidhi subxaana waladiina dadka kadabuu beeniyeen biaayaatina aayaadkeenna sanastadrijum waa dhowdhowaynaynaho ila lhalaakiyan u dhowdhowaynaynaa shay-an fa shay-an annahu yaftaxu lahum abwaaba risq ووجوه المعاش في الدنيا حتى يقتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء الباب هذا الرزق قال الله فرا قابك أدونك الله قلنا راد الله مريا الله فرا إلى أي كوكة سنان أم ليان إن إلى هاي بغالك يهوش علي هاي وحلسي مركز قبتك الدول دعيدا من حيث ميل ايان او دوين ان هلاك الله يعلمون ايسن اغيب ويسن دكتوني بقبين و املي لهم و اكادينه الهي ان كيدي مكر غيبو
متين وامد عليك بدم لي إذا أن دونه إن أن إقاب دك دك أكو قبطه أو سنكس كفا كان وأدقيه إلهي سبحانه. قال تعالى إلى وحيري أولم يتفكروا مييسا كوفكرين قالوا آيات كألا ما بصاحبهم صاحب كود كمسقنا من جنة والي إن هو ما هو صاحب كود ماهن إلا نذير ديجا ماهن ديجا هاسو مبين بين ندارتي أو ديجي ديسو أي عطهاي قال هذا صاحب كود يا لولي جدا النبي محمد اللولي جدا صلى الله عليه وسلم عربي قف حديد ضادو كالا بحيرو وحالولي وين صاحبه ومنك صاحب كود إسهيلين أول صاحب كلولمة جدا قف إسجعشين وقف أرينو بحدي نكتاقنير وقف أرينو نكتا حيديو مركا النبي قيل صلى الله عليه وسلم قال هذا ما دام ضاد كتا حيدي صاحب كود للي صاحب كود للي صاحب تنمارو شعيل ما ما لقى هذا أرينا بحتي ليلة ودو ضادة كتا حيديو مركا سي واحد يجرين ووالي والي يقول صغا وحاسي كوهد يجرين إلهي وإن تاسو النبي كبري يلي إلى وحيد أولم يتفكروا مياس فكرين كوا آيات كإلهي بيننا ما فكرين ميا في آيات الله كوا فكرين ميا آيات كإلهي النبي وأخينا هذا يكون فكر لها يوم وهم صلح يا النبي ونصوالنا أو يهي أدون حق الرب لك الدورتي رسول حق وهم صلح يا هذا يكون فكر لها يوم أولم يتفكروا مياسا كفكر في آيات الله إليه آيات كيسوي ما بصاحبهم صاحب كود كمسقنا من جنة والي إن هو ما هو صاحب كود ماهن إلا نذير ديجاه ماهن ديجاه سو مبين بين نذارة ديجد دي سو اسكا عطا وديجاه أو ديجد أو ديجاه أي عطا حيوي نبي صلى الله عليه وسلم أولم ينظروا مياسا فيرين إلهي في ملكوت السماوات والأرض إرريالك يدولك ملكي قودا مياسا فيرين وما كيم ويسا فيرين خلق الله إلهي أبو ري من شيء شيء حال أويهي وعن عصا وأنه أن الحال وشأنه عصا إنو مديهي مويسا فيرين أن يكون شأنه إنو أهاده قد اقترب إنو دوادي أجله مددودي فبأي حديث وركيسي بعده بعد القرآن القرآن كذل يؤمنون عيرهمينيا إلهي وإنه وقوده سبحانه أولم ينظروا كوا آياتك إلهي بيني مويسا فيرين في ملكوت السماوات والأرض إرريالك يدولك ملكي قود إيا وما شيء ملكي جيسا خلق الله الله أبو ري من شيء حال وما قوي إلهي ملكي جيس تدوض السمكو أبو ري تدوض السمك الرحض يضيح حبينك يمارنك حدقها التاغن يقوى الصعودة ملك وحا الله كو أبو ري بوراها يميلها قدك وبيالك يبضها مويسا فيري وحاصل مويسا كفكري إلى وغير سبحانه وأن عصى أن يقول وأنه أن الحال وشأنه عصى إنو مديه لإكرته أن يكون شأنه إنو يهي قد اقترب إنو دوادي أجلهم أجل كودي هل ما دبويس مرنا كفكري ورأنا أجلشي ندود وريدينكو اسكما دحتاجا يضوري اما قبطو انو كودعه قفكا عقلي لو قفكاس موت كيو دقدق امو كوي ماده ابو كف كلي مستقبل كدو وحاس قبصو مستقبل كو خيغا وحاس قبصو كدي بعد مساجد اسكا اروري دونتاه ديب ماله هدا وا يرتحي قبطي اني كو دو دحل ما كعبسين يا مويسن مرن وفكرين ور اما بموت كو ركاي ماده ادو دوداي كد من أبا المرنتي باللابطة إلى وحير سبحانه فبأي حديث ورمت كيسي بعده قرآنك كذا ليؤمنون عرهمين ضدك قرآنك وحكو قادة ديدي
ورك كذا بيجيكم أي دارا محيي معناه ما تشروي قف قرآن ككهنون ديدي آيات كقرآن أيسن بدلين أيسن سامين وقف الهنون الله قتلقري من يطلل الله قفك الله بعديه فلا هادية مدهنون كر الله قفك صوم صنعين ويذرهم إلى نوح وقتك يفيد طقيانهم حد قدوب كودا دحدو دا يعمهون أيوغا كنق نقنا من يضلل الله قفك إلهي باديه معناها قفك إلهي أقدر إلو باديه بوي قفك إلهي أقدر إلاح محفوظ كالله قرأ إلو باديه بو فلا هادية مدهنو لي الله قفك سما سماني ويذرهم إلهينا ضدك سوحو وقتك وضلالك كقرأي ويذرهم إلهي ضدك سوكتك يعمهون حالا أي كنق نقريان في طقيانهم حد قدب كود أيها حد قدب كود إسكاك نقرأي إسكاك دو دي هل كاسا اللود دينا مركاسا نعم كالله فورا مركاسا قبط كدر دعي كدبا جهنم الله تحابا يسألونك النبي سبحانه وحي وحكاوه يدين يعني ساعة ساعة قيامها أيانا قرمي مرساها سو چوچين تيدوهات قرمي اللي سو تيغيه أي إيماني قل للنبي سبحانه إنما وحكا لماها علمها ساعة قيامها أغال كيدو عند ربي ربك يكتي سو كليه أحاضي لا يجليها ساعة ممو چكرو لوقتها في وقتها وقت غير ايضا ايضا الا هو علما هن اد كلمه موجي كرتو فقلت واتكاتي اي فقلا علم وقتها ساعه قيامها علمي وقتك ايضا ايضا الا اوغدا واتكاتي في السماوات والارض في اهل السماوات والارض إلى ريالك يطلق إهلك كسوغان وكوات كاضي لا تأتيكم ساعة قيامه إنين إمامي إلا بقتة حالة أي تيمد سوء كدين إذا أمعهاني يسألونك النبي سبحانه وحبيك أوي دين يان ساعة قيامها كأنك حالة لمتك أوي دين يان حفي متك ورقبة عنها ساعة قل وحات رسوبانه إنما وحك لماها علمها ساعة قيامها أغال كيدو عند الله اللي اكتسو كوكو ويهو كسوك ناضي ولكن أكثر الناس تدك انتو ذبادن الله يعلمون مئوك إن الله كليه أغيه إليه وإن أخلو شيك سبحانه وتعالى كفرادة كوة أن أمن سنين قيامها سي جيس جيس النبي إلي أوي ديشرين قيامها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هذه جرين بلنقات كان لليه قيامة دعوة ليس أبال مرا ذات هون شيئا وقرم وقت قبط ساعة يوم وقت يبل يمدقب ساسي دي جرين إلى وحور سبحانه يسألونك النبي سبحانه وحي وحكاوي الدين يعني ساعة ساعة قيامة أيانا قرمو أهاضي مرساها سو چوچنتيد ارساغا واخ لو استعمالا مركبك سو خريديس يا دونت على ارسا غورمال سو تيغا ساعه قيامه معناها غورماي دئ ساسي كوي دينيان غالاد وا وخان رومي سنين اسكا تشيس تشيسي بدك ان رومي سنين ويدي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها الهي با وخير واحد دغدغ سدا بدك ان رومي سنين والذين آمنوا مشفقون منها لكن ذلك الرميسان وكعب صدان أما يكون دون عذاه سليه ساعة والب إلى وغير سبحانه قل للنبي سبحانه إنما وحك لماها علمها أغال كيدو عند ربي ربك يكتسو أحاضي لا يجليها ساعة قيامها ممو تشكرو لوقتها في وقتها وقت إذا ممو تشكره إلا هو علم مهنه الله مهنه إدكالي أو شيء كرتما جرتو ثقولت وأصلاتي ساعة قيامها أي ثقول علم وقتها
waxa uslaaday saacadda qiyaamaha waqtigeeda in la ogaado yuu ku uslaaday wuxuu ku uslaaday fi samaawaati wal ardi fi ahli samaawaati wal ardi irariyaalka iyo dhulka ehelka ku sugan malaa'igta ambiyada awliyada saalixiinta muslim iyo gaal cid ooguma jirto cilmigeedu wuxuu ku adag yahay malaa'igta samaawaadka ku sugan ambiyada iyo awliyada dhulka alle ku sugan kulli ma oga cid oguma jirto allah ahayn allaha keligiisu oo la kali noqday malakul jibriil ma oga nabi maxamed ma oga sal allahu alayh wasalam waa iskaga mid ilaa wuxuu yidhi subxaana laa taatiikum iniin imaamme ilaa baqtatan baaqitatan xaalaytay mid soo kadinayda maahane saacadda qiyaamo markay dhacaydo dadku fahmi maayeen inay soo dhowaatay xadiiska xaafidku soo arooriyey bukhaariga nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqumu saacatu xataa tatluca shamsu min maqribiha saacadda qiyaamo horta dhici mee iyadoon qoraxdu ka soo bixin dhankay u dhici jirtay sida loo joogo oo qoraxdii laga sugayo bari ay galbeed ka imaanay qoraxdu khalaas nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faidaa dalacad fara'aaha annaasu aamanuu ajmacuuna mar alla markay qoraxdu ka soo laabato dhankan dadku waa saddex qaybood dad awalba rumaysnaa oo mu'miniin ahaa una diyaar garoobay la kulanka alloo toosnaa dadkaas waxba ka biimaayaan dadna waa dad kafaraha ayuu ilaahayba ku kufriyey dadna waa dad muslimiin ahaa laakiin caasiyaal ahaa ma diyaar garoobin waxa islaam noloshu dibay u dheertay ta ayaantaada ka xun adduunyada ka fara qabsatid shahwaadkaaga iyo rabitaanka nafta dharjidid kadibna aad toosnaatid waa shabaakada shaydaanku dadka u dhigo dibaad ka toobad keeni doonta kadiba astagfirullahi wax walba ka adag iska soco astagfirullahi kaliyaha ka adag yaa kuu sheegay inaad waafaqayd shabaqa waxaa la yidhahdaa shaydaanka soo uma jeedid waa dariiqada qur-aankuna ku celceliya masaladaas in shaydaanku saas dadka kula taliyo waa toobad keeni doonta hore u soco dhib male ka fara qabsa waa da' yar tahay dadkii cusaada ha qab markay timaado iyo dadkii gaaladaha labadu waa toobad keenaya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mar alla markay dadku arkaan dhammaan waa rumaynayaan fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam naf aan markaas ka hor xaqa rumayn iyo naf mu'minad ahayd laakiin aan iimaanka dhexdiisa khayr ku samayn labadaba wax anfacaya lama arko oo ah iimaan markaas la rumeeyo iyo toobadkeen waa laba qolo qolo aan horayba ilaahay u rumayn iyo qolo iimaan lahayd laakiin iimaanka dhexdiisa khayr aan ku samayn ee cusaad ahayd labadoodaba toobaddu ma anfacaydo macnaha kawna iimaankiisii naaqiska ahaa ayuu ilaahay la hortegaa kanuna gaalnimadiisa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walaa taqumanna saacatu waqad nashara rajulaani thawbahumaa baynahumaa falaa yatabayacani qiyaamuhu waxay dhacayda iyadoo laba qof laba nin ay maro kala gadanayaan bacadliyuu ka soo deji kaasuu leeya waa taa samrad waa fiicanta kan kalena darafku ku dhegay waa ku dul dhece iyadoon marada la kala gadin iyadoon la kala gadin ayay ku dul dhece nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maradiina aan la laalaabin weli uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walaa taqumanna saacatu waqad insarafa arrajulu bilabani liqxatihi falaa yacamu qiyaamuhu waxay ku dul dhacaydaa iyadoo nin hal dhashay uu lisay toobtiiyuu ka buuxiyey caanihii xagguu la fadhiistay aad abtidu isleeyay cabi maayo waa ku dul dhece isagoon cabin ay ku dul dhecen markuu hasha lisaa isma lahayn qiyaamaa dhow waxaa dhacday inuu konton sano lixdan sano ku xisaabtamee ma cabayo isagoon cabinay dhecen qiyaama dhacayna caana cidna cabi mayn nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walaa taqumanna saacatu wahuwa yaliidu xawdahu
فلا يسقي فيه قفنا أصغو حوليه سي درك أوهجا جينا ويلك وبيها قصيلها أيهي كالدول بيئه منا ورابين أي حوله ولا تقوم النصاعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه قف أيضا انتظي وكرقات انتظر صدي أي قيامه كالدول بيئه انتظر سعون ما مردعي كرت مردعي قيام الله ركو انتظر مركو الله طوري أرقاد هوي إليه marka saacadka iyo markay dhacaydo dadku ma oga ayagoo adduunyadood u cadahay ka dul dhacay ee ma aha inta la fahmo warwaato warwa soo dhawda waraamay usbuucan dhacda maya taasna idii ilaa dadku waxay qabsalahay daqiiqad walba wal iska diyaar garoobay qaala taala ila wuxuu yiri yasalunaka wa kuwaydinaya nabiga subana كأنك حال أظلم مت حفي مت كورقب عنها صعد قيامة وحي كروه الدين ينسد إن كورقب تأكل هذه جميع كورقب النبي ساس إلى إلي صعد قيامة وقت جد أيضا النبي نم أوجا ملك نم أوجا رب العالمين أوجا كلي النبي على مدار لسي على مدار هاس الله كدونا بس فيري إلى وقير سبحانه قل للنبي سبحانه إنما وحك لما حصر يكوبت ألا لكوبة علمي جيدا إنما وحك لما علمها أغال كيدو عند الله اللي أكتي سوء هذا ولكن أكثر الناس ذاتك انتو ببادانو لا يعلمون ما أغا ألاك ليهون أغي أو وحي وحي استان عدك لو أغي إلي جرت إن بادانو ذاتك كميت قال تعالى إلى وحيري قل للنبي صوبانا لا أملك أملك ما لنفسي نفسي إذا نفعا جلب نفعا واحترسو جيدي ديس ولا ضرا دفع ضرا لباتك إلين تيدنا نفتي إذا أملكيو إلا ما شاء الله وحي إلى هاي الدون أن أملكو إلى الملكية أمهاني ولو كنت أدان حالها أعلم إن أغهي الغيب غيبك لست أكثرت وابتصلها من الخير مالك وما مصان يسو لباتنا إما تابتين إن أنا ما أنا أريد مئيه إلا نذير ديگا ماهان وبشير إياب بشاري لقوم قوم بشارينا قوم كو يؤمنون حق رميسا في ريب الآيات إلهي وإنا سبحانه وتعالى حق وعدي لكن قفك إنو قاطئ إنو سنقاضا وأرن إلهي وإنا قدر كيسا كحرا إلى وحور سبحانه قل للنبي صوبنا لا أملك أنو أمي الكما لنفسي نفسي ديدا نفعا جلبا نفع واحتر إنا نسو جيدو نفعا جلبا نفع واحتر سو جيدي ديس أنيقا نفتي دو ما أودو ولا ضر دفع ضر لباتك إلين تيدنا ما أوده ما أمي الكيو ما أوليه أنا أود داس إلا ما شاء الله مارك الله قرر ألا وحضانه أي إلا ما شاء الله أن أملكه وحي إلى هاي الملكسيي أو أصابه أضاني إن الملكيو ما هاني وحكا لو أوده مجرد قفكستو إلهي الرميسان وإنو آمنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم او ادومه الهي وينه اي جني انسي دمان او ابو ري او فضل بضان نفتي سنعف او بكيري كرو دباتنا كما خيري كرو هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نفتي سنعف او كيري كرين دباتنا كيري كرين قف كلمه ما جيرو او نعف كيري كرام دب خيري كر ارينتو الله غانت او جيرته arintoo dhan waa in ilaahay loo bandhigo loo daaye inta kalena waa adoomo ilaahay maamulo walaw kuntu hataan ahalaha a'lamu mid og al-ghayba ghaybka lastakthartu wa batsalaha min al-khayri malak wama masaniya imana taabteen as-su'u xumaan maxaa loola jeedaa haddaan ghaybka ogaalaha ugu horeyn horta waxay tahay aayada macnaheedu sida xaafid ku yiri إلهي وخو أمري أرمها إنو نبيه إلهي أبندقه أو إذا ألاك ليها مامولك له كو وأن يخبر عن نفسي أنه لا يعلم الغيب
ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه. نبي إنه يريد كيف كم أوجي من الضالع عن مرك اللجر خيبه وحي إلا أوجيسي إلا سقوا النبي غيب كقار له وحيود فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول رسول شعيك كيف كقار الأوجيسي شنو ذا كمدة النار تكمدة وغيب وأنا له وحيود وحي إلا إيه وحيود إلا أوجيسي ما أنا وحك لغيب كم أوجي نبي بقول واحد ترى غيب كهدين أجعلها خير كان بتصلح حلو لك إذا خير كان بتصلح قارا وحي رهدي وحلو لك إذا غيب كهدين أجعلها وقت كأن لمن هايو مركزا عمل بدن أو صالح السميلة قول كسو خلق نبي صلى الله عليه وسلم وقت كست عمل صالح إنتو أودو سمي سجل هذه الدليل الدقيقة كذي بعد ما يتعامل كم الدارين عمل كيس معايا الأول بوح جابينا مصة ما ينبي صلى الله عليه وسلم عمل كيس صدام اسمه متوها سيد إراه يقف وتشهد الله وبقيت دقيقة كستبع سق وابتوصنا إعداد كي يجانا مركي الدين اللي يراد ورواب دمنا إذا هروا كدر كرقيه وأول جابين ناي لأنك نبيك مرها بما جابين بعصب نبي قال إسكت ده أئمة كلام مسلمين تا قار كمية هدي كره دي ليرا ساعات دارنا نفتو كارد أفرلا تون ساعات هاي ستة هل عملكم أدرين عمل كان هاي سماه كدر كره ولا مكان قامين عبد الله المبارك وهاي ملاينا سوبي جد إمام هدي لبيه لهاي ردا ولو ما مسلمين تو واحد بيمين وقت هبل هل شيءكم أصدرين أنتم سامين سألتوا أمرك هو سما وح الله عريبة أن أركو وذب وضاع نبي قلنا وكسري وحصرنا حق الضاعض مركة السجى إلا يراهدو موت كوقتك إيمانا هدان وقالها ضاعا بضيلها قلطوه حافظ كنا وابنادو كيوانا كدري إيه وحوين خيرك هل كان مالك اللي رجي ده مالك اللي رجي ده هل كان وحيطها سيد عبد الله بن عباس ويرا حافظ كنا ويرا سيد أبوه لكسان وقول كاس حدي أن وقالها شيئاً مركاً قطو إنه كيف فائده هدان أغالها شيئاً إنه بريق قاليوبيو إيه هدى يابا إلا مال إكالها متك قاليوبا يروا قضا كان رقيسي ربانا ويسكا قضا قفصة صلى الله عليه وسلم يسكر المك هل كان مانتا إنه ضايا موشكي بنو آذا إنه سوح أغين فيري أغيري ضرع ما أنت هذا ما يهم سبدي يا قميستي يا خال قميستي فيري نف الله وجهه تجوعير هل مليون ما العقد ما أنا مبتي هذا أنا وليح مليون ما أنت هاي وفرصة هل كان عسير كي كدي وناشة وأنا إن حالا تقدر دور كان كي قميستي أبارة تجمي وعلى قسم رينيك نف الله حيست مليون هذا كسيد أيوة أكويت عين الدعوك وقدر شون عارف الله كير سبدين الله شوي ليه مليون ويساكم كورة ما تبقيك وقالها يدين هل قف ملام سيدك الجمار كين الله ضدنا لهن صوصل ما أنا كده واحد بحله ما يدين كلي قف الباب وكفر قف صلاة صوما إلا نف بري ليه إنه قاهي waxa dhilay basid ka tafsiirka uu soo laabayna soo gadan horta looda wax alla waxan hayn ba ka bixila bil aks wixii loor ka galeeyda $10 waxay hadana waa 700 shilin Soomaali 700 kun waa wax yar ayadoo kulli waa wax aad u yar ka war raga jamleysay oo konto ku gadeey maalin ka dibna intii niskeedu ka hoos maray banu aadan qayb u ah banu aadan qayb u انت تصرف البحقوق وسط مركا هدان غيب اوغالها يابا الى شقي سكرب بنو اد غيب موغ وحا لو كلا نولاده وين غيب كل اوغي اي قف غيب اوغ يلا شقي سكر وحا انا سكا اروساي ولو كنت هطان حالها اعلم ميت اوغ الغيب غيبك لاستكثرت وبصلها من الخير فيري الهي وين سيده وحكو بدل اودا فيري هي ذا صنفلك ونجسه جار
اسمي أقاميستي يلا لها هاي قبكر هدي أود دودر إسكو جيان هل نفو هل نفو الله أكوب بتبادي مايا هاي هيا إلها قنيجة هلا بريا وحساس وحب كل بدلي أفر لا تنسى كيا وامح ورحمة ضرب والروك ين حريست إله إلها قنيجة هلا بريا سبحان الله ولو كنت أدان حالها أعلم ميتوك الغيب غيبك لست أكثرت وابتصلها من الخير حق خيرك مالك اللي رجيده وما ما صنيه إما بطابتين بأسو لباتو سند أبارتا كايدا لقالها ساسفيري حافظ وكون فصير أبارا سوى سعوتا كايد ميال لقو كايدا ميالو سي لقالها الأعدادة لسنة المجدبة سند أبارتا كايدا لقالها سند برواقاتها كايدا يصلا وحول بأي قال يومي الدونة مارك الرام خصوص على ما يسكت قدره يسأل يقول دول دعينه لكن غيبك على كليه قف كي كورا هذا كذب كي رقيبك أنا والنبي محمد أحد كساسه رام خصوص على أبارة دعين دونة بين على قرى في استوي يقدين حبت مؤقي وابين على نبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد بذيب دعية انت لو وحيود أبي وطي عائشة بيشرت حديثك مسلمك قفك كويرا النبي محمد أغا واحد بذيب دعية فقد افترى على الله الفري فقد أعظم على الله الفري بين أبور وين وإلهي كو بين أبور تقف كاسو واحد بذيب دعية لا يعلم ما في غد إلا الله نبي قيلي صلى الله عليه وسلم واحد بذيب دعية ألم ما هنعتكلم لأبي اتكلم لأبي إن أنا ما أنا أريد ميه إلا نذير ديجي أمهاني ديجي أهي بالنار للكافرين قال النار وديجي وبشير مد بشاريان أهي لقوم القوم مبشارينا قوم كو يؤمنون حق الرمية تدك حق الرمية السان نجمع مبشارينا والله سبحانه وتعالى علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد